كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة والعمائم، وهي تيجان العرب، وهي من لباس العرب المعروف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس صلى الله العمامة عليه وسلم. وكذلك أصحابه، وقد ورد في ذلك عدد كبير من الأحاديث، منها ما يتعلق بالمسح عليها، ومنها ما يتعلق بإلقاء طرفيها بين كتفيه، ومنها ما يتعلق بالعمامة السوداء فوق المغفر، ومنها ما يتعلق بلبس العمامة فوق القلنسوة كما عند الترمذي، وغير هذا من الأحاديث الكثيرة فيما يتعلق بالعمامة، ولكن لا يقال في فضلها، لأن هذا من العادات وليس نعم من العبادات.